عم تفكر بالقائد غراب البحر؟ عم فكر فيه وعم فكر بشغلات تانية. الأفكار ما بتخلص يا شايلة. شوفي أخي، صاير شي معك؟ قلي في شي أنا ما بعرفه؟ شوفي يا أخي، كنت رح صير أب، بتعرف؟ شو؟ إلام؟ كانت حامل، اضطرينا نخبي الموضوع فترة، كنت مجبور، بس كنا رح نحكي بعدين. لما رحنا نشوف غراب البحر وأنا بكمين وقتها، تعرفوا قاومنا كتير، بس بعدين استحكمونا الكلام. وإلام وقعت على الأرض، وصاروا يضربوها كتير وما شفقوا عليها الأندار. روحنا راحت هناك، وكأنه شالوا قطعة من قلبي. وليش ما حكيت اليوم؟ عم تعيش كل هالألم لحالك؟ ايه بعيشه غصبا عني بدي أعيشه. عم بخجل اتطلع بوشها من هداك اليوم. كنت هنيك وكل شي صار قدام عيوني، ما قدرت أعمل شي. البنت على الأرض والأندال عم يضربوها، لك كنت هنيك وما قدرت أعمل شي. ما قدرت خلصها من إيدين هالأندال. أخي ليك، لا تترك البنت لحالها، هي بحاجتك أكثر هلا. بعرف مو من حقي أحكي. مزبوط، معك حق، وأنت أخي بحق لك تحكي. الله يكون معك إن شاء الله. كيف هيك؟ معقول كلنا ما قدرنا نلاحظ شو صاير معهم؟ حبيبتي، شو رأيك نسميه فتحي إذا كان ولد؟ حلوة الفكرة. إيه؟ شكراً حبيبتي، شكراً. يلا
وهي أنت رحت يا صياد، سبقتني واستشهدت قبل مني. روحوا كلكن قبلي ماشي، وخلوا مجاهد المسكين هون لحاله، اتركوا يحط العلم التركي عفراش كل واحد فيكن. لا سمح الله سيدي. اسمعوني منيح يا شباب، لهون وبس، لهون وبس. أنا ما عاد فيني استحمل شوف شهيد تاني من هالفريق أبدا، والكل يحط عقله براسه، الكل يفهم هالشي اللي بدي أقوله. أوعكن تموتوا، بكفي بكفي. معلم طمن يا فتحي، فريقك لساته عم يشتغل، ومهمتهم الجاي انه ما يتركوا دمك يروح هدر. بفضل بطولتك نحن لهلا لساتنا عايشين، انت اعطيتنا اغلى هديه، ومنوعدك نحافظ عليها طول ما لنا عايشين. وما رح نرتاح يا فتحي، ما رح نرتاح قبل ما نحاسب اللي سفك ودمك واحد واحد. شو جاهزين؟ نحن جاهزين سيدي. وهلا ودعوا قائدكم يا شباب، ورح نبلش شغلنا اعتبارا من اليوم. وجعنا رح يقوي قلوبنا، ما في حل غيره. شو فهمنا؟ مثل ما بتأمر سيدي. شهيدنا رح يحمل سلامنا للشهداء اللي قبله، وطول عمرنا ما رح ننسى بطولتك. حتى بكل نفس عم ناخده رح نتذكره. توعدوه؟ وعد ما رح ننساه. هلأ هيك ضلينا لحالنا يا جونجا. من هلأ ما في غير أنا وإنت بس، صرنا وحيدين بعد هلأ. صرت أنا بأمانتك وإنت صرت بأمانتي. اشتقت له كتير من هلأ جونجا. شو بدي أعمل عن جد ما بعرف. أحياناً كنت شوفه قاعد عم يحكي معك ويشكي لك همه، كنت أقول إنه مجنون. كنت أسأل حالي يعني شو بده يحكي الواحد مع السلاح؟ شو كل هالاهتمام فيك؟ شو كل هالحب؟ وبعدين فهمت إنه بالحقيقة هو ما كان يحكي معك. يعني ما تفهمني غلط، أنا ما بدي زعلك، بس هي الحقيقة. هو كان عم يحكي مع حاله. ما كان عم بيفرق بينك وبينه. كان يصير الصياد لما تتحدوا، كان يحمي حياة الناس، هذا الشيء اللي كان همه. انت ما فيك تصير صياد بدون فتحي. حتى انا ما حدا بيقدر ينسيني الوجع يلي بقلبي.
صابونا يا غونشا، هالمرة صابونا بقلبنا وحرقوه. عادوا يا شباب. هلا بدنا نحضر شغلة. بعرف الجرح جديد ويلي رح تشوفوه ما رح يعجبكن أبدا، بس لازم نعمل شي، لأنه كل نقطة عم نتجاهلها رح تبعدنا عن الهدف. لا تنسوا هالحكي، ولهيك تفرجوا بس، وبدنا نتحكم بمشاعرنا. إيلام؟ لا تواخذني سيادة العميد، تأخرت. كنا بدنا نشوف المشاهد يلي بتخص يوم الهجوم. عم تفحصوا مشاهد الهجوم؟ إيلام فضل ما تشوفي المشاهد. كيف ما شوفن سيادة العميد؟ يعني أنت لسه ما بتعرفني أنا شلون بفكر؟ بدي شوفن وأتذكر ليش أنا هون، عشان ما تبرد ناري. مثل ما بدك. تفرج، شايف كيف هجموا عليه هون؟ الله يرحمه. آمين، ألف مرة آمين. هو بكم رصاصة تصاوب؟ عديت ثلاثة. لا، في أكثر. ما شاء الله على فريقك، كل واحد فيهم مليان شجاعة وبطولة. صياد كان غير شكل يا معلم. تعرف أنت أنه بالغالب عساكرنا بيكون أولاد عيال محدودي الدخل، بس صياد بالعكس ابن عيلة غنية. لو بده كان بيشتغل اللي بده إياه وبأي مكان بالعالم. عن جد؟ إيه، أساساً خربت علاقته مع أهله بسبب هذا الشيء. فينا نوقفه شوي سيادة العميد؟ شو الموضوع؟ فينا نرجعه لورا شوي بس؟ هذا آخر مهاجم قوص عليه فتحي، وأنا عديت 10 مع هاد، مزبوط؟ مزبوط سيدي، وأنا كمان عديت 10. كان في 9 جسس بالمشرحة، معناتها واحد منهم ضل عايش. يعني واحد من هالجبناء اللي قوصوا على قادي قدر يهرب، شو رح نساوي هلا؟ رح أبلش بالتحقيق بعد إذنك. طيب إيلام. سيدي، في شي خبر من غراب البحر؟ لا، وإذا حكى مع أي حدا أعكن جيبوا سيرة، بجوز يعمل شي يعرض حياته للخطر. مفهوم سيدي. سيدي، طالما هو عنده خلينا نخبره يصفي دراغان. أساساً مو هاد اللي بدنا إياه من الأول؟ إيه طبعاً، بس مو هلأ.
لأنه هلأ عم تنلعب ألعاب كتيرة بالمناطق اللي جنب حدودنا مجاهد. غراب البحر بعت لنا خبر عن تأسيس دولة مزعومة قبل أيار. لازم نعرف التفاصيل ومين القوة اللي واقفة ورا هذا الشيء. طيب وبلكي بشي طريقة وصلوا خبر عن استشهاد الصياد؟ أنا متأكد وقتها أنه رح يجن وحيقتل الدراغان. إن شاء الله ما يصير هالشي. ها تعوا يا شباب تعوا، عندي أخبار حلوة إلكن. شبابنا خربوا الدنيا بعملية كبيرة. هيك بيصير لما بتشتغلوا مع محترفين من أمثالهم. شو صار؟ لأنه منعوا شحناتنا لمعباية قنابل، هجموا شبابنا على حفل التكريم تبع فريق المهام. شكلك ما فرحت. لا فرحت كيف يعني ما فرحت؟ ايه وبعدين يعني حدا قتل؟ مع الأسف مو الكل، بس واحد اسمه القناص أو شي مثل هيك. صياد؟ صياد قتلوه الشباب. خردقوه بس صاحبك قاوم منيح. يعني لا تؤاخذني عم قول صاحبك، بالنهاية عندكم ماضي سوا حتى لو ماضي كذب. وشو صار بعدين؟ شو بده يصير؟ هلا هو قاوم بس لحد معين، بس بالآخر فطس. صح قتلنا عنصر بلا قيمة، بس بكفي إنه ردينا رد مرتب عليهم. شو رأيكم أنتو؟ أنا بقول نبلش من جديد، ولازمنا كتير من هدول الرجال دراغان. لا تقلق، حكينا مع صاحبنا ورح يعطينا الدعم اللازم. شكلك مو مبسوط. لا مبسوط كتير، المهم خلصنا من واحد منهم. مزبوط المهم أنه خلصنا من واحد منهم. رح روح أتأكد من الزخيرة، هدول ما بيرتبوها منيح، يعني بالنهاية ما نوم محترفين. ألو سيدي. أتيش كيفك؟ هذا الواطي دراغان عم يكذب. ما صار شي للصياد؟ اللي الحقيقة ما عملوا شي للصياد. ما سلامة راسك أتيش. بسلامة الوطن سيدي. أتيش أنت منيح؟ أتيش مالي منيح سيدي، بترجاك تسامحني. ابني أنت ما عملت شي مو؟ لسه ما عملت شي سيدي، بس هلأ راح أعمل. ما حدا راح يخلص دراغان من إيدي، صدقني راح أنتقم لأخي. كل رصاصة قوصوها عليه رح طعميهم بدال 10 رصاصات لطفي ناري. اصحك أتيش، إذا عملت هيك ما رح تطلع عايش من عندك، لا تتهور. وبلا ما أطلع عايش سيدي أنا ما بيهمني، عم ننقص واحد ورا التاني، مو شايف هالشي بعيونك؟ نحن ما لازم نرتاح قبل ما نقطع راس الأفعى. هلا أول شي أنت بتهمني وبتهم إخواتك اللي هون كمان، تاني شي أكيد رح نقطع راس الأفعى، بس أول شي الوطن. أتيش ما تنسى مهمتنا هي إنه مهما واجهنا تحديات نحقق أمن الوطن لو شو ما صار. لهيك وقبل شهر أيار ما تفكر تلمس حدا قبل ما تعرف بالتفصيل هدول شو عم يخططوا. عم تفهم ولا لا؟ سيدي بس قتلوا الصياد. أتيش أنت سمعتني منيح؟ إيه سمعتك سيدي. عم ننتظر أخبار منك أتيش، وقت ناخد المعلومات رح نجي لعندك ورح نقتل الواطي دراغان كلنا مع بعض. نحنا ما منترك دم شهدائنا يروح هدر. ما رح نتركه سيدي.
شو عم يصير هون؟ مين هدول؟ لك شو القصة؟ أخي شوفي؟ روق قل لي مين أنت؟ شو الموضوع؟ لوين أخذني؟ شبك؟ بس فهمني مين أنتو يا أخي؟ ما بعرف مين، أصلاً ماني فهمان عن شو عم تحكوا. ليك رفيقي هون بإشارة مني بنزل الرافعة عليك، وبوقتها هذا الوزن رح ينزل عليك وتضلك عم تنازع لحتى تموت. أخي أنا ما بعرف شي بنوب. كيف ما بتعرف شي؟ نحن شفنا الفيديوهات. وين أخذت الزلمة ولا؟ على أي زلمة عم تحكي؟ نزل. أخي بيقتلوني، ما بيخلوني عايش. لا تنوح، واحد من عساكرنا استشهد، كل شجاعة، وهذا الواطي اللي كان معك هو السبب باستشهاده، لهيك ما بيهمنا بنوب إذا قتلوك أو لا، عم تفهمني؟ كان أخ إلنا كلنا، لهيك فيني شيل راسك هلا وعلقه هون بالورشة. لا تجربني بعملها. احكي لوين وصلته؟ لمكان بشارع بير ميلار، على بيت. تقدر تدلنا عليه؟ ايه أكيد بدلكم. إذا كان عندك مرة ولاد ودعن من هلأ، لأنه إذا كنت عم تكذب علينا ما رح تشوفهم مرة تانية. لا صدقني ما عم كذب عليكم. كوبوك إيلام، شو عم تعملي هون؟ مين هاد؟ ممكن تسمحوا لنا شوي بس؟ مين هاد؟ ولا حدا. لقيت شي مو؟ ليكي إيلام، لقيت حدا منهم يافوز. ما فيني قلك هلا. شو يعني ما فيني قلك يافوز؟ ايه لقيته، لقيت الواطية اللي هرب واحد من القتلة من هنيك وخليته يعترف. شو قلت لجماعتك؟ لا تطلع فيه، طلع فيني. إيلام، الزلمة حكالي اللي عنده. ايه وبيرجع بعيده. جاوبني، احكي، يلا احكي لي، احكي. إيلام احكي لشوف. هاي ورشة تصليح وفي عالم حوالينا نزل مسدس. رح تحكي ما هيك؟ إيلام طلعي فيني. هو حكى، اتفقنا؟ خلص اتركي الباقي علي. كيف عملتوها؟ احكي كيف؟ لك كنا رح نتزوج، كان رح يصير عنا ولد. لك أنا مين بدي ضم هلا؟ اللي أنا مع مين بدي أكبر؟ ليش هيك عملتوا يا كلاب؟ اللي يا كلاب ليش هيك عملتوا؟ خلص يا إيلام. يا فوز شو بدي أعمل؟ لا تتركيهم، لا تتركيهم أبداً. اسمعي، بدك تسعدي الصياد مو هيك؟ لا إله هداك الزلمة بشارع بير ميلار، امسكي قبل ما يهرب. يلا يلا تحركي. ما حدا بيستاهل يجيب هالزلمة أكتر من إيلام. معك حق، إيلام مانا غريبة عنا وبتستاهل. ما قصرت بهالكلب،
شو بدكن نعمل فيه؟ أنا بتصرف معه. أنا شوي وبرجع. حقوني بترجعكن، أنا عندي ولد صغير. خرسي ولا قتلتك؟ قلتلكن نزلوا سلاحكن، رح عدل ثلاثة وبعدها رح أقتلها. واحد صياد شو نعمل؟ اثنين شو نعمل هلا سيدي؟ إذا صار شيء لهالمرة رح نخردقك، عم تفهم؟ إذا تركتها وما تركتها أنا على الحالتين ميت، على الأقل بأخذ حدا معي قبل ما أروح. ثلاثة تمام خلص، روح 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 روح. ما خيبت لي أملي، هاد واحد وبعده رح نلاقي اللي وراه، رح ننتقم منه لفتحي واحد واحد. ما متت يا صياد؟ ذكرتينا بالقائد. قول لرفقاتك الواطيين رح نجيبهم كلهم واحد واحد وين ما كنتوا ولو شو ما صار. نحن ما تعودنا أبداً نترك دم شهيدنا على الأرض، وكل شي عم تعملوه بهالبلد أبداً ما بيمرق هيك.